الشركات العالمية أحياناً بيسووا إعلانات بيكون الهدف منها الاستهزاء والمسخرة من شركات أخرى منافسة لهم. على سبيل المثال نفس سامسونج سوت عدة إعلانات تتمسخر فيها من أبل والآيفون، ونفس بيبسي وكولا سووا عدة إعلانات يستهزئوا فيها على بعض. بس هل بتعرفوا إنه ألعاب الفيديو بيسووا نفس الشيء أيضاً؟ في كثير ألعاب استهزأوا بألعاب ثانية منافسة لهم عن طريق لغز مخفي بلعبتهم أو عن طريق إعلان مباشر. فهذا موضوع فيديو اليوم، 10 ألعاب استهزأت من ألعاب أخرى منافسة. فيلا خلنا نبدأ. قبل ما نبدأ بس حاب أعلن عن الفائز ب $500 واللي كان على آخر فيديو توب 10، والفائز معنا هو عباس، إن شاء الله ألف مبروك. والجيف أواي الشهري الجديد أيضا على $500، إذا حاب تدخل بفرصة الفوز فيها كل عليك تسويه ادعم الفيديو بزر اللايك، اشترك في القناة واترك أي تعليق أسفل الفيديو. وهذا الفيديو برعاية لينوفو ليجن وفي جيف أواي مقدم منهم. الجيف أواي على لابتوب الجيمينج الخارق هذا اللي شايفينه بين يدي، والكل يقدر يدخل بفرصة الفوز فيه. لينوفو رح يسووا بث مباشر يوم الخميس أي تاريخ 1/6، وفي البث رح يتم الإعلان عن أقوى لابتوبات الجيمينج منهم لينوفو ليجن برو 5 وليجن برو 7، والبث رح يكون موجود على موقعهم اللي رابطه موجود بالأسفل. وإذا ودك تدخل بفرصة الفوز على لابتوب الجيمينج، فكل عليك تسويه إنه بعد مشاهدتك لهذا الفيديو روح على الوصف رح تلاقي رابط الموقع، روح عليه وسجل وعبي بيانات. وإذا كنت قاعد تشوف هذا الفيديو بعد يوم الخميس فأيضا روح وسجل في الموقع، لأن خلال الأسبوعين القادمين رح يختاروا أشخاص عشوائيين عشان يربحوا هدايا رائعة. ويلا خلنا نبدأ. طيب خلنا نبدأ في المرتبة 10 مع لغز في لعبة الزومبي المشهورة Dying Light 2، وفي هذا اللغز قاعدين يستهزئوا في لعبة زومبي ثانية مشهورة واللي هي Resident Evil. في أحد المهمات في اللعبة لازم تساعد شخص مصاب من الزومبي وعالق بأحد الأبراج، ولما توصل له رح تشوف هذا الشخص واللي هو شكله بالضبط نفس شخصية ليون بطل ألعاب Resident Evil. وإذا لسه مو متأكد فبس تكلمه رح تكتشف ان اسمه ليون، يعني هذا هو 100%. وبس تكلمه رح يطلب منك انك تساعد صاحبه اللي اسمه كريس واللي موجود بالغرفة المجاورة، ولو رحت عشان تساعد كريس رح تلاقي كريس متحول زومبي ولازم تقتله. واذا شيكت على ممتلكاته بعد ما تقتله رح تشوف انه هذا شخصية كريس ريدفيلد احد ابطال العاب ريزيدنت ايفل ايضا. فيعني اللعبة قاعدة تقلك ان الزومبي في لعبة ريزيدنت ايفل يعتبر جدا سهل وبسيط مقارنة في لعبة داينج لايت، وإن أبطال لعبة ريزيدنت إيفل ما رح ينجوا أبدا في عالم داينج لايت. وفي كل صراحة أنا أؤيدهم، الزومبيز في داينج لايت بيسوي لك باركور، بينط من عمارة لعمارة، في الليل تطلع لك أنواع زومبي مستحيل تقتلها، فأي صراحة زومبي داينج لايت مخيفين أكثر. في المرتبة 9 عنا لغز جدا مضحك في لعبة The Witcher 2 وبيستهزئوا فيه على لعبة Assassin's Creed. أظن كلكم بيعرف ألعاب Assassin's Creed واللي تعتبر من أحد أشهر سلاسل ألعاب في العالم، وأحد أشهر الحركات في لعبة Assassin's Creed هي حركة Leap of Faith واللي هي هذه القفزة اللي شايفينها قدامكم اللي بينط فيها البطل من مكان جد عالي على كومة قش. وأظن كلنا نتفق أنه هذه القفزة غير واقعية بالحقيقة، لو حد نط من هالارتفاع على كومة قش فرح يموت. وهذا اللغز في لعبة The Witcher 2، في بداية اللعبة لو رحت على أحد الأماكن راح تشوف كومة قش وفيها جسد البطل من لعبة Assassin's Creed ميت، وبطل لعبة The Witcher بيقول آه هذول ما بيتعلموا ابدا، قاعد يتمسخر على هذه القفزة الغير واقعية من لعبة Assassin's Creed. Guess they'll never learn. في المرتبة 8 عنا أكثر لعبتين بينهم تنافس في التاريخ واللي هم لعبة Call of Duty ولعبة Battlefield. بكل صراحة Call of Duty كانت وما زالت دائما تتغلب على Battlefield، تتغلب عليها في الشعبية وأعداد المبيعات، إلا مرة واحدة صار العكس. بعام 2016 Call of Duty نزلت جزء Infinite Warfare واللي كان أسوأ جزء بالسلسلة وعليه فوق 4 مليون ديسلايك على اليوتيوب، وبالمقابل
EA نزلت Battlefield 1 اللي يعتبر من أحد أفضل أجزاء بالسلسلة. هذه السنة الوحيدة يلي Battlefield تغلبت على Call of Duty في المبيعات، وبسبب هذا الشيء مطورين Battlefield اللي اشتغلوا على اللعبة راحوا على تويتر وصاروا يستهزئوا بCall of Duty. واحد منهم كتب: شفت إعلان Call of Duty الجديد، شو هالجرافيكس السيء، تقول طلاب مدرسة اللي اشتغلوا على هذه اللعبة. ومطور ثاني كتب: جرافيكس أو رسومات اللعبة مبينة كأنها نازلة من 10 سنوات. وهذه مو أول مرة Battlefield تهاجم Call of Duty، لا، في عام 2014 الشركة كتبت على أغلفة لعبتهم الجديدة: Battlefield 4 سوف تضع Call of Duty في العار. وكمان لسه في هجوم ثاني أقدم من كذا، في أحد المهمات المشهورة في لعبة Call of Duty Modern Warfare 2 بتسوق فيها دراجات على الثلج، وهالمهمة حطوها بكل الإعلانات والكل يدري عنها. وفي لعبة Battlefield Bad Company 2 اللي نزلت بعد سنة بتسوق موتورات عادية، وبتلاقي البطل بيقول إن الموتورات الثلجية موجهة للسيسيز، واللي هي كلمة عيب صراحة، بس معناها الناس اللي ما عندهم رجولة. فإيه لو بتلاحظوا دائما Battlefield هي اللي تستهزئ وتتمسخر بCall of Duty، ولا مرة Call of Duty تمسخرت على Battlefield. في المرتبة السابعة عنا لعبة استهزأت في لعبة ثانية عن طريق لغز جدا بسيط بس جدا مهين أيضا. اللغز في لعبة Internet Coffee Simulator 2، واللعبة بكل بساطة هي محاكي مقهى الإنترنت. يعني بتلعب بشخص عنده مقهى إنترنت ولازم ينظمه ويخدم زبائنه. واللغز بكل بساطة، لو طلعت برا مقهى الانترنت ورحت عند الزبالة فراح تلاقي شخصية من لعبة Among Us ميت ومرمي هناك. يعني مطورين اللعبة قاعدين يقولوا ان Among Us لعبة زبالة. وفي لغز ثاني بلعبة ثانية وتقريبا نفس الفكرة. اللغز في لعبة الشوتر Duke Nuke Forever، في اللعبة بتلعب بشخصية واحد شايف نفسه وبيصارع وبيقاتل وحوش، بس في احد المهمات في اللعبة راح تلاقي موجود درع شخصية ماستر شيف من لعبة هيلو، واللي يعتبر شخصية له هيبة وجدا محبوبة في لعبة هيلو وعالم الألعاب بشكل عام. فالمهم لما شخصيتك في لعبة دوك نيوك يروح ويشوف الدرع رح يقول هذا الشيء. اللي ما فهم قال انه اللي يلبس هذا الدرع القوي اللي يحميك من الاعداء يعتبر جبان. هو ما قال جبان، قال كلمة اوسخ بس ما اقدر اقولها. فاي كذا بكل بساطة اهان احد اقوى الشخصيات في تاريخ الالعاب. في المرتبة السادسة عنا احد اضخم شركات الالعاب استهزأت في شركة العاب ثانية ضخمة، واللي هي شركة سوني بلاي ستيشن استهزأت في الاكس بوكس. في عام 2013 كان في معرض العاب ضخم اسمه E3، وبهذا المعرض سوني أعلنت عن جهاز البلاي ستيشن 4، ومايكروسوفت أعلنت عن الأكس بوكس. ومايكروسوفت أدلت عن عدة تغييرات غبية لجهاز الأكس بوكس، مثل إنه لازم يكون عندك اتصال بالإنترنت دائم عشان تلعب أي لعبة على الجهاز. بعدين أعلنوا إنه سعر الجهاز $500، واللي يعتبر جدا غالي. وآخر تصريح غبي هو إنه ما تقدر تشارك الألعاب مع أصحابك أو تبيعها. مجرد ما تحط CD في الجهاز عندك خلاص ما رح يشتغل على اي جهاز ثاني. الناس جدا استاءوا من هالتصريحات. بعدين اجا وقت الاعلان عن البلاي ستيشن 4، فشركة سوني استغلت الوضع وصرحت ان ما تحتاج اتصال دائم في الانترنت عشان تلعب على الجهاز، وسعر الجهاز $400 ارخص $100 من الاكس بوكس. والضربة القاضية مدير بلاي ستيشن بنفسه صور فيديو يستهزئ فيه بالاكس بوكس. عنوان الفيديو كان: كيف تشارك الالعاب مع اصحابك. This is how you share your games on PS4. Thanks. ودك تشارك ألعاب البلاي ستيشن مع أصحابك، عطيهم CD بكل بساطة، على عكس الأكس بوكس اللي مانعين هذا الشيء. فمن وراء فيديو الاستهزاء هذا وتصريحات الغبية تبع أكس بوكس، هذا الشيء أدى إلى مقتل الأكس بوكس وانتصار جهاز البلاي ستيشن إلى يومنا الحالي. في المرتبة الخامسة عنا لعبة هيتمان. هذه اللعبة المفروض تكون أجواءها جدية، لأنك في اللعبة قاعد تلعب في قاتل مأجور وهدفك تروح وتقتل أشخاص
اشخاص معينين، بس اللي لعب اللعبه راح يعرف ان هيتمان هي من اكثر الالعاب اللي فيها الغاز مضحكه وغريبه، واحد افضل الغاز في اللعبه هي وقت تستهزئ على العاب ثانيين. في احد المهمات في اللعبه بيكون عندك مهمه انك تتسلل على فيلا وتقتل شخص فيها، وعندك الخيار انك تلبس شخصيتك اي ملابس تبيها، وراح تلاقي عندك خيار ملابس جدا فخم كذا، الشخصيه لابس عبايه سوداء ولابس قناع وكانه جاي من اساسن كريد، ولو لبست هذا اللباس ورحت تفوت على الفيلا فالحراس راح يقولوا لك هذا الشيء. Looks like someone's been playing too much Assassin's Creed. This is not a cosplay event. Please step back, sir. اي مثل ما سمعتوا راح يقولوا لك وين يا خوي، مفكر حالك قاعد تلعب اساسن كريد، يلا يلا انقلع بس. وفي لغز ثاني كمان في لعبه هيتمان استهزأوا فيه في لعبه سوبر ماريو. في احد المهمات في اللعبه بتكون في المجاري او الصرف الصحي في ايطاليا، وبيكون لازم تتسلل على مكان معين، ومين بتلاقي موجود هناك؟ ماريو بنفسه. تلاقي واحد شكله نفس سوبر ماريو ولابس نفس ملابسه، ولازم تكلى وترمي جستا بالصرف الصحي، وبس تكلى راح تشوف انه فعلا اسمه ماريو في اللعبه. ومو بس كذا، لا راح تلاقي شخصيه ثانيه ايضا موجوده في الصرف الصحي لابس اخضر واسمه لويجي اللي هو اخ سوبر ماريو، وكمان لازم تكلى. في المرتبة الرابعة في عام 2015 لعبة ديستني اللي هي لعبة الفضاء والشوتر سوت تعاون مع مشروب الطاقة ريد بول، والتعاون كان بس تشتري اي ريد بول راح تلاقي تحت الغطاء في كود خاص، وبس تستعمل هذا الكود في اللعبة فراح تفتح لك مهمة خاصة تقدر تلعبها. واللاعبين انزعجوا من هذا الشيء لانه ما راح يشتغل الكود الا اذا اشتريت حزمة اصلا في داخل اللعبة، فلازم تشتري اللعبة ب$60 وتشتري حزمة بسعر $40 وبعدين تشتري ريد بول عشان تفتح لك هذه المهمة. وفي الأخير المهمة كانت سيئة، وكمان اللاعبين انزعجوا انهم عم يشجعوا الناس يشربوا ريد بول اللي هو مشروب طاقة اكيد غير صحي. اوكي ادري ان في وراي ثلاجة ريد بول، بس هذا مو يعني انه مشروب صحي. طيب مين اللعبة اللي استغلت هذا الموقف واستهزأت في لعبة ديستني؟ لعبة الزومبي داينج لايت، نفس اللي ذكرناها بالمرتبة العاشرة. اللعبة اعلنت على تويتر عن حزمة شرب الماء المجانية، كل عليك تسويه عشان تاخذ الحزمه تتصور صوره مع كوب ماء وتنشر على تويتر مع الهاشتاج تبعهم، وراح يعطوك الكود الخاص للحزمه، وكاتبين على صوره الحزمه انه شرب الماء صحي واحسن من مشروبات الطاقه. والشيء الرهيب انه الحزمه راح تعطيك 3 مهمات جدا رائعين، وفي احد المهمات منهم شخصيتك راح يتكلم كذا. It's better to drink water than energy drinks. وبس تخلص المهمات راح تنتشر نوافير مياه في كل الخريطة، بس تشرب منها راح تزيد صحتك في اللعبة، وأيضا راح يصير عندك قنابل مياه ترميها على الزومبي، وبس تضربهم بسلاح كهربائي راح يكون مفعول السلاح أقوى، وكل هذا مجانا على عكس ديستني اللي ودهم تشتري ريد بول وتشتري حزمة في داخل اللعبة وفي الأخير مهمة سيئة. في المرتبة الثالثة عنا لعبتين قديمين اتمسخروا واستهزأوا في بعض، واللي هم لعبة درايفر ولعبة جي تي اي. اللي ما بيعرف لعبة درايفر فكانت من اقوى العاب السيارات على البلاي ستيشن 1، وكان مبدأ اللعبة انك انت شرطي لازم تلاحق مجرمين بسيارتك، ما تقدر تطلع برا السيارة. بس لما نزل الجزء الثاني للعبة اللي هو درايفر 2 كان فينك تطلع من سيارتك وتمشي، بس طريقة المشي كانت جدا سيئة والناس كرهوها. ومين اللي سوى اللعبة نفسهم وكانت افضل بمراحل؟ روكستار. نزلوا لعبة جي تي اي 3 كانت نفس مبدأ لعبة درايفر، تسوق سيارات وتقدر تطلع من سيارتك وتتمشى، بس نظام الحركة والمشي فيها كان أفضل بمراحل من لعبة درايفر. وجي تي اي مو بس أخذوا الفكرة منهم وخلاص، لا بل قرروا يتمسخروا عليهم أيضا. في أحد المراحل في اللعبة بيكون عندك مهمة تقتل شرطي عديم فائدة خارج سيارته، والشرطي اسمه تانر نفس اسم الشخصية في درايفر، فعم يقولوا إنه شخصية درايفر خارج سيارته عديم الفائدة، وبس تبدأ هذه المهمة راح يصير شخصيتك يمشي بشكل جدا غبي وسيء نفس المشي في شخصية درايفر. بس لعبة درايفر ما سكتوا عن هذا الشيء، بس نزلوا جزءهم القادم درايفر 3 كان في مهمة لازم تقتل فيها مجرم، وهذا المجرم شكله بالضبط نفس الشخصية من جي تي اي فاي سيتي، وحتى نفس اسمه، والشيء المضحك حاطين على يده عوامات للسباحة اللي يلبسوها الأطفال، قاعدين يتمسخروا انه شخصية في جي تي اي على وقتها ما كان يقدر يسبح.
في المرتبة الثانية عنا أحد أكبر شركات الألعاب واللي استهزأت في أكبر شركة في العالم حرفيا، واللي هي شركة إيبك جيمز، واستهزأت في شركة أبل. شركة إيبك جيمز أطلقت الباتل رويال في لعبة فورتنايت بعام 2017، واللعبة نجحت نجاح مو طبيعي، أعداد لاعبينها تجاوز 200 مليون. فبعد هالنجاح الكبير الشركة كبرت راس وقررت تهاجم وترفع دعوة بالمحكمة على شركة أبل. ليش رفعت عليهم دعوة؟ لأن شركة أبل تأخذ 30% من أرباح أي شيء يباع على الآيفون، وشركة إيبك جيمز عندها فورتنايت على الآيفون، وأي شيء يباع بداخل فورتنايت 30% بيروح إلى أبل. وقالوا في الدعوة إنه هذه نسبة جدا كبيرة مقارنة بباقي الشركات. فبعد ما رفعوا عليهم الدعوة شركة أبل حذفت فورتنايت من الآيفون بالكامل. فكان رد فورتنايت على هذه الحركة إنها نزلت فيديو اعلان في داخل اللعبة وكانوا يستهزئوا فيه من ابل، مطلعين شخصية تفاحة معفنة المقصود فيها ابل، ومطلعين التفاحة واحد شرير ويبي يسيطر على الناس، وايضا وزعوا سكن التفاحة المعفنة على جميع اللاعبين مجانا. واستمرت الدعوة في المحاكم 3 سنوات، وكل شوي الشركتين يهاجموا بعض. وبعد كل هذا طلع قرار من المحكمة الشهر الماضي بانتصار ابل في القضية، وإيبك جيمز لازم تدفع لهم تعويض بالملايين. في المرتبة الأولى عنا أكثر شركة ألعاب استهزأت في منافسيها، واللي هي شركة سيجا. سيجا من زمان كان عندها جهاز ألعاب وكانت من أكبر شركات الألعاب في العالم، وكانوا دائما يستغلوا قوتهم عشان يستهزئوا على شركات ألعاب ثانية. مثل في عام 1988 نزلوا جهاز السيجا جينيسيس، وكان الجهاز أقوى من أشهر جهاز ألعاب بهذاك الوقت اللي هو النينتندو. وسيجا نزلوا إعلان كان في أغنية، والأغنية فيها جملة واحدة قاعدة تنعاد واللي هي Genesis does what Nintendo doesn't. هم عم يتمسخروا على نينتندو انه جهازهم ضعيف، وقاعدين يقولوا انه جهازهم هو الاقوى. وايضا استهزأوا على نينتندو مرة ثانية عن طريق لغز باشهر العابهم سونيك. في اللعبة كان لازم تقاتل الشرير، بس كان لابس بدلة روبوت جدا ضخمة وواضح انها قوية، وكان اسم البدلة HVC-001 واللي هو الاسم المبدئي او الكود نيم لجهاز النينتندو. طيب وين الاستهزاء بالموضوع؟ اول ما تقاتل هذا الوحش من ضربة واحدة او ضربتين البدلة كلها راح تتكسر وراح يخسر، يعني الرسالة ان جهاز النينتندو سيء وراح يخرب معاك بسرعة. وبعد كل هذا نينتندو تغلبت عليهم وباعت اكثر منهم. وفي عام 1994 سوني نزلت جهاز البلايستيشن 1 واللي كان قاعد يسحب السوق من نينتندو وسيجا. راحت سيجا نزلت جهاز بعدها بسنة اسمه سيجا ساترن، وكان اقوى من البلايستيشن 1، وسووا اعلان كل استهزاء بالبلايستيشن 1، حطوا لك يا على صورة بيبي قاعد يبكي، ورموا الجهاز من عمارة عالية، يعني ان جهاز ضعيف ارموه ما له فائدة. وبعد كل هالاستهزاء جهازهم باع 10 ملايين نسخة، بينما البلايستيشن باع فوق 100 مليون نسخة. فشركة سيجا كانت قاعدة تستهزئ في الجميع، والان كلهم تغلبوا عليها. قبل لا ننهي اتمنى تشيكوا على حساباتي على الانستغرام والتيك توك، الروابط موجودة بالوصف، واسمها نفس اسم القناة، احمل هناك فيديوهات جيمينج رهيبة. واتمنى لا تنسوا دعم الفيديو بزر اللايك والاشتراك في القناة. وبس، كان معكم بالشركة يال او بالشركة كي، شوفكم فيديوهات ثانية ان شاء الله، مع السلامة.